بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا نكمل البارت الثالث اللي خاص بكتابة الأكواد. بيقول لنا هنا إن في two program questions and both have to be answered. أول واحد بيقول إن رمبس دايموند is simple quadrilateral shape whose four sides have a same length. طبعا ده شكل هندسي معروف اسمه المعين أو الرمبس، و quadrilateral رباعي بيكون same side have the same length، كل الأضلاع أو four side have same length and both diagonal are perpendicular، القطرين بيكونوا متعامدين اللي هما القطر الأول والقطر الثاني بيكونوا متعامدين على بعض. The area and the perimeter، المساحة والمحيط بتوع الرمبس could be computed using وديني المعادلات، where S بيساوي كذا وديني ال S اللي هو طول الضلع والرمبس and D1 و D2 اللي في المعادلتين دول اللي هما ال S وال D1 وال D2 هما الدياجونال المعطى. احنا مش بنحل حاجة هنا هندسية، احنا عايزين نعمل ايه؟ write Java class called Rumpus. الرمبس ده او الرمبس ده compute the area and the perimeter of rhombus according to the following point. Read from user 3 real number، هتاخد منه ثلاث حاجات، طول الضلع والقطر الاول والقطر الثاني representing length و side and the two diagonal length of side with two diagonal والقطرين of rhombus respectively. بعد كده تحسب وتطبع ال area بناء على المعادلة الأولى و round to two decimal place and the perimeter round to two decimal place of rhombus. Note that if you if any of these three entered value is negative an error message should be shown. ما ينفعش يكون ضلع طول الضلع بيكون بالماينس، يبقى دايما هنشيك على او نختبر ب if statement هل طول الضلع اكبر من الصفر ولا لا عشان ما يكونش negative value. ومديني سامبل كود للي مش قادر يفهم الموضوع، لكن تعالى مع بعض نبدا نشتغل فيه واحده واحده كده نشوف هنعمل ايه. اول حاجه هنعمل كلاس اسمه اسم الكلاس رامبس، صح؟ نشوف مع بعض كده يا شباب. قال لنا طبعا انا كاتب ادي رامبس، فاول خطوه عشان احنا في الامتحان هنكتب على الورق، لكن انا عايز اشتغل معاك هنا عشان تشوف معايا البرنامج بيتكتب ازاي. فهنكتب public class رامبس، تعالى كده نصغر دي شويه ونخلي الكلام واضح معانا عشان نشوف هنقرا ايه ونكتب، ويا ريت تكون طابع انت معاك. رايت جافا كلاس كولد رامبس، عملنا كلاس جديد اسمه رامبس، مالناش دعوه بكلمه باكج دي عشان ده في البرنامج نفسه مش موضوعنا، المهم بابليك كلاس رامبس، وافتح بارنتيز واقفل البارنتيز. بعد كده عايز اول خطوه اقرا من اليوزر، طبعا الكلاس بتاعي ده فيه بابليك ستاتيك فويد مين، لازم نكتب دي علشان نكون حافظينها عشان كل الكود يتكتب داخلها. طيب الخطوة الأولى في السوليوشن بتاعنا إن احنا هنطلب من اليوزر إدخال قيمة، وعشان أقرأ من اليوزر قيم لازم أعمل حاجة اسمها سكانر، وتفتكر معايا إن سكانر هي قناة اتصال بتقرأ من مصدر خارجي، فالسطر بتاعها كده، وبعدين جوه الأقواس بتاعتها بقول له اقرأ من الكيبورد يبقى system.in علشان ونلتزم بالكيس سنسيتيف او الحروف الكبيره. وسكانر مديني ايرور لان انا لازم في بدايه الكود انسى، ما تنساش تكتب امبورت جافا عشان تقدر تستخدم سكانر، دي يبقى دوت يوتيليتي يوتيل دوت سكانر، والوحيده اللي كابيتال هي كلمه سكانر لانه اسم كلاس والباقيين كلهم بيكونوا سمول ليتر. يبقى انا كده فتحت قناه اتصال عشان اقرا من اليوزر لانه قال لي ريد فروم ذا يوزر 3 انتجر. دلوقتي هطلب من اليوزر انه يدخل قيمه، فهطبع له جمله system.out.print line واقول له فيها enter 3 values non negative. كل الكلام اللي انا عايز اطلبه منه اقدر اكتبه له، بس انا هختصر الصيغه بتاعتنا هنا. طبعا دي كده سيمي كولن، يبقى انا طلبت من اليوزر ادخال قيمه، فالمفترض ان اليوزر هيدخل قيم فهبدا اقراها. هو قال لي اعمل ايه؟ read from user ال s وال d1 وال d2 والثلاثه دول represent the length of the side، يبقى نعرفهم integer ولا double. ممكن الطول يكون كسر، يعني مثلا طول الضلع 3.5، يبقى اعرف 3 value of double. اللي يحب يعرفهم integer، هو ما قالش هنا
لا قال على فكره 3 ريل فاليو، ريل فاليو يبقى انا ملتزم ان انا اخليهم ايه دبل. اول واحد هقرا منه مثلا الاس، ممكن نخلي البرنت على هيئه 3 جمل، لكن خلينا نقول اس يساوي نيو، اسف انبوت، انبوت دوت نيكست دبل دوت نيكست. يبقى انا كده هقرا من اليوزر لما اقول له ادخل 3 عشان يبقى فاهم ريل فاليو، وهم عباره عن ايه؟ عباره عن الاس والدي 1 كوما دي 2. فلما اطلب منه هدخل لي اس اول واحده، بعدين اقول دبل مره ثانيه لدي 1 اللي هو الدياجونال الاول يساوي نفس الجمله بالظبط input dot next دبل كمان مره، واقدر اخدها كوبي واغير بس كلمه دي 2. انت هتكتب في الامتحان الجمله مره ثانيه زي ما هي بالظبط وتغير دي 2. يبقى انا كده خلصت اول ستيب طالبها مني اللي هي read 3 user من respectively بيمثلوا الثلاث حاجات. بعد كده هبدأ احسب، بس عشان احسب الاريا واحسب البريميتر لازم الاول اتشيك على المدخلات، فلازم نعمل اف ستيتمنت لكل واحده فيهم. فلو هقول له اف ان، انا ممكن اخد منه القيم الثلاثه وبعدين اقول له اف، او ان انا اعمل اف ستيتمنت عشان هو قال في مشكله صغيره ان لو دخل قيمه سالبه، شايف اف اني اوف ذيس 3 انتجر فاليو از نيجاتيف، احنا بنتكلم في السطر ده، يعمل ايه؟ ايرور مسج ديسبلايد. ففي اكتر من حل ان انا اكرر كلمه الاف او اعملها مره واحده. انا هجرب اوريكم ازاي نعملها مره واحده بعد ما اخد منه الثلاث قيم. اقول له اف ان اس less than 0، صح؟ هو عايزها تكون نون نيجاتيف، تكون قيمه موجبه او بتساوي، يعني انا عايزها تكون اكبر من الصفر. ادي اول جمله. اور او انه يدخل، طب انا عايز احط الثانيه كمان معاها في نفس الشرط، فهكتب اور ان الدي 1 less than 0، هي كمان less than or equal 0، اور اخر مره دي 2 اقل من او تساوي 0 زي ما انت شايف كده. بس انا عشان تقدر تفهموا معايا بعد ما خلصنا، طبعا الاف ستيتمنت لها بادي هيتكتب تحت هنا، بس انا عايز اقفل الاقواس بتاعتهم، فهنعمل قوس للاس less than 0، ادي اول واحده هنعمل لها في قوس داخلي، وبعدين اور الثانيه هيبقى لها قوس هي كمان، والاخيره هيبقى لها قوس عشان نميزهم عن بعض. معنى الجملة دي يا شباب إن معناها لو كانت الـ S أكبر من أو أصغر من أو تساوي صفر يعني سالبة، أو الـ D1 يعني القيمة الأولى أو الثانية أو الثالثة أي واحدة فيهم أصغر من أو تساوي صفر، فعايزه يطبع له على الشاشة system.out.println، يطبع له يقول له error message، يقول له إن أنت invalid أو you cannot enter negative value اللي هي you cannot you can not enter negative value، ما تقدرش تدخل قيمة سالبة. يبقى أنا كده ضمنت إن هو هيدخل ثلاث قيم موجبة، فهروح في الإلس وأبدأ أحسب الكود بتاعي، أو إن أنا أقول له not قبل كل الحاجات دي وساعتها أعكس. بس خلينا زي ما إحنا كده خلاص، تعالى نفهمها. if إن الـ S أقل من صفر أو تساوي صفر، أو الـ D1 أو الـ D2 أي واحدة فيهم هقول له مش هتقدر تدخل قيم سالبة. else هنبدأ، لو else يعني دخل القيم صحيحة كلها نبدأ بقى نشتغل خلاص، نحسب مين؟ نحسب الأريا. فهنعرف متغير دبل اسمه أريا، ويفضل تطلع في البداية هنا وتعرف له دبل أريا وبيساوي مثلا قيمة ابتدائية كده، وبعدين القيمة الثانية اللي عايزها مننا اللي هو اسمه البريميتر زي ما انت شايف كده اسمه بريميتر. فبرضه هعرف فاريبل تاني ممكن في نفس السطر اسميه بريميتر، وده برضه هتكون قيمته 0.0. ليه عرفتهم؟ عشان اقدر في الالس هنا احسب القيم بتاعتهم. فهقول ان الاريا بتساوي لو دخل القيم بشكل صحيح، فالاريا
هتساوي ايه بقى؟ d1 time d2، يبقى اكتب d1 ضرب d2 اقسم على 2. طبعا علشان الكلام يكون مظبوط لازم نحط بوينت 0، ما تنساش عشان ما يبوظلكش موضوع الديسيمال بوينت كده. ويا ريت نكتب اقواس على الحسبه اللي عايزينها تتم الاول، فاقول d1 d2 كده، انا ضمنت ان انا حسبت الاريا بشكل صحيح. بعدين طبعا اريا، بعدين البريميتر اللي انا حسبته فوق بالقانون بتاعه اللي هو 4s، يعني اضرب الاس اللي خدتها من اليوزر اضربها في 4 يساوي 4 في اس. وعلى فكره مش محتاجين القسم على 2 لان الدياجونال هو اوريدي دبل، لكن مفيش مشكله. يعني واحد يقول لي انت ليه كتبت تقسيم 2.0 لو كنا انتجر على انتجر، لكن دول دبل فالنتيجه هتكون مظبوطه ان شاء الله. بعد كده كالكوليت اند برنت ذا ديستنس اريا راوند تو ديسيمال بليس، وكمان البريميتر. يبقى عايزين نحسب المساحة والبريميتر. فخلاص حسبنا الاثنين. علشان نطبع بقى القيم بتاعتهم بعد ما خلصنا، تعالوا نشوف السامبل اوتبوت. بيقول له انتر ذا لينث اوف رامبس، انتر ذا لينث اوف رامبس تو دياجونال، وعايز السايد. يبقى انا دخلتهم في سطر واحد لكن المفروض ندخلهم في سطرين زي ما انت شايف. ولو كانوا الاثنين صح يحسب له الاريا اوف كذا والرامبس. يبقى هنظبط بس الطباعه بتاعت الفورم اللي فوق عشان تكون مظبوطه، ما نقولوش انتر 3 فاليوز، لا هنقول له مرتين طباعه، صح كده؟ مره للسايد الاول وبعدين مره للتانيين. يبقى هقول له انتر ذا لينث اوف رامبس، يعني التزم بالصيغه انتر ذا لينث اوف ذا رامبس اللي هو وبعدين الثانية هقول له enter the length of two diagonal. طبعا هنا سايد اللي هو هيكون S، وبعدين هقول له اللي هم enter the length of the two diagonal عشان بس الصيغة تطلع مطابقة بالظبط. ولما يدخل القيم سواء D1 دخل الاس ودخل D1 والD2 اتشيك عليهم، لو كان القيمة غلط اقول له invalid input. يبقى الرسالة اللي هتطلع له ان هو لو دخل قيمة غلط ما اقولوش negative، اقول له invalid input. انا كل اللي بعدله دلوقتي الصيغة بناء على اللي هو عايزه. قال لي example لما يدخل القيمة الاولى ويدخل القيمة الثانية تحسب له الاريا والبريميتر وهنشوف طباعتهم. لو دخل قيمة سالبة مثلا في حد فيهم يطبع له invalid input. هل في مثال تاني؟ مفيش. وفي مثال كمان اهو، لو دخل انتر سي اي سكور، لا دي مساله ثانيه، احنا هنا في سؤال ثاني، ده نفس السؤال. خلينا نكمل، فاضل لنا بس طباعه القيم رامبس اريا بتساوي والراوندنج يتعمل ازاي. يبقى بعد ما نخلص كل الكلام ده هنطبع سيستم اوت دوت برنت. وخلي بالك افكرك بحاجه، برنت اف احنا كنا واخدين برنت فورماتد صح، برنت اف. وبرنت اف بتاخد مني حاجتين، بتاخد مني الفورمات والارجمنت. فانا عايز اطبع ايه؟ عايز اطبع الاريا، فهقول له هنا الاريا صح، بس عشان اقربها هقول له دبل كوتيشن الصيغه او النص اللي عايزه يتطبع بالظبط. انا بقرا هنا يا شباب، باخد من الكلام ده رامبوس اريا، يبقى هنا ار اتش رامبوس اريا. بعدين عايز القيمه بتاعته ايكوال وعايز القيمه بتاعته، فهروح بعد العلامه دي كده او بعد علامه يساوي احط بيرسنت وعايزها راوند 2 ديسيمال، يبقى 0.2f. 0.2f معناها رقم كسري مقرب لرقمين عشريين. وبعدين اعمل ايه؟ وبعدين احط الارجمنت بتاعتي، انت عايز مين؟ عايز فاريبل اسمه اريا. فده كده يحسب لي الاريا بس قيمتها هتكون مقربه لرقمين عشريين. نفس الكلام بالظبط هنكتبه مره ثانيه، هنكتبه مرة تانية هنا بس المرة دي لمين؟ ليه؟ وبرضه نفس الكلام مقرب لراوند 2 ديسيمال اوف ذا رامبس. ده مين؟ ده البريميتر. يبقى اغير بس كلمة اريا اخليها بريميتر،
وهنا هحط المتغير اللي اسمه بيريميتر اللي حسبته. تعالوا نشغل كده ونشوف هل هيطلع نفس الاكزامبل اللي هو حطه ولا لا. تعالى نعمل ران نشوف كده هيقول لي انتر لينث اوف رامبس، هدخل 7.2 زي ما هو مدخل بالظبط، ممكن احط قيم تانية. هيقول لي دخل الدياجونال، هو مدخل هنا 12.5 و18.2، فانا هدخل 12.5 وبعدين طبعا بوينت 5 و18.2، فالمفروض ان السيستم يطبع لي الرامبس 13 113 75 والرامبس ريديوس 28، فعلا طلعهم زي ما انا عايز بالظبط، بس مش تحت بعض. ليه؟ علشان لازم اعمل نيو لاين بعد ما اخلص. فلما اعمل سلاش ان كده واعمل ران مره ثانيه ويطلب مني مثلا ادخل 3 و4 و5 يطلع لي الاثنين تحت بعض زي ما احنا شايفين، يبقى كده الناتج مظبوط. طب لو دخلت قيمه سالبه اعمل ران مره ثانيه اقول له سالب 5 بعدين اقول له 3 واقول له 5، المفروض يقول لي invalid number وما يحسبش. خلي بالك عشان هو هنا حسب ليه، لان انت حطيت الطباعه في الاخر، لكن المفروض تحطها كلها فين؟ في الالس، عشان ما يحسبلكش الا اذا دخلت قيمه صحيحه. يبقى لو تعالى نفهم بقى الكود على بعضه كده بعد ما فهمنا الحل بتاعنا يكون صحيح. اول حاجه عرفنا السكانر وعرفنا البريميتر والاريا، طلبنا من اليوزر يدخل قيمه للسايد، طلبنا من اليوزر يدخل قيمه للدياجونال الاول والدياجونال الثاني، شيكنا على القيم ان هي ما تكونش سالبه، وعلامه اور عشان هو بيقول لي اني اوف ذيم. خلي بالك من السؤال بيقول ايه، بيقول if any of the three enter the value negative، لو واحده من الثلاثه نيجاتيف فقلت له يا اما دي نيجاتيف اقل من او تساوي صفر، او الثانيه او الثالثه، يطبع رساله invalid input، else يحسب المساحه بتاعت البريميتر ويطبع المساحه. هنعملها مره ثانيه ران عشان نشوف الاوتبوت. لو دخلت له هنا مثلا اول قيمه حطيت 4.6 وبعدين الثانيه 7.8 وبعدين اخر قيمه رحت مدخل له ماينس 8.7، فالمفروض انه يقول لي invalid input بالظبط زي ما هو طلب في الفورمات بتاعته في sample run 1، راح مطلع invalid inputs. ونبقى كده خلصنا السؤال ده. تعالوا نحل مع بعض السؤال الاخير اللي بيتكلم عن كتابة كود برضو لكن مختلف شوية عن الموضوع اللي فات. المرة دي assume an examination rule Arab Open University. A student is permitted to يعني مسموح له to go to the final exam if he applied two conditions. لو حقق شرطين. His completed assessment mark اللي هي درجة الميد تيرم وال TMA is greater than 15 out of 50 من 50. And his attendance is not less than مش أقل من 25%. Number of lecture اللي هم 16 lecture. Write job program, final examination, final exam permission. يبقى لازم تصريح دخول الاختبار. يقرأ من اليوزر أو من from the user students complete assessment mark. هياخد منه CA score as a float point. يبقى الدرجة الإجمالية بتاعت CA أو التقييم بتاعك اللي هو أعمال الفصلية. وبعد float يبقى هنعملها as a double أو نعملها float مفيش مشكلة. وريد فروم ذا يوزر نمبر اوف ليكتشر، ياخد منه عدد الليكتشرز اللي درسها اتندنس ليكتشر وماكسيمم 16 ليكتشر، بعدين نحسب له الاتندنس بيرسنت ريشيو نسبه حضورك قد ايه اللي هي قسمه الليكتشر اتندنس على 16 ونضرب في 100 عشان يطلع النسبه المئويه. تشيك اند برنت اف ذا ستودنت بيرميتد، يبقى البرنامج كله هيتشيك ويطبع له مسموح له يروح الامتحان ولا مش مسموح. يو كان سبورت ذا تو انترد فاليو ار اكسبتد، يو كان سبوز تفرض ان التو انتر فاليو از اكسبتد، يعني مش زي المثال اللي فات او زي السؤال اللي فات مش ضروري اشيك عليهم، هنفرض ان هي قيم صحيحه مش لازم سالبه، يعني مش هنحتاج نعمل اف كونديشن. والمثال هنا الطالب هيدخل اعمال فصليه تقول له 20 الاتندنس 12، يبقى انت مسموح لك لان انت جايب اكتر من 15 درجه ومحقق اكتر من النسبه المسموحه، لان 12 على 16 تبقى نسبه عاليه. لكن لو كان 40 يعني حضورك عالي درجتك عاليه بس الاتندنس قليل فيقول لك نوت بيرميتد مش مسموح لك. طب لو كان السكور بتاعك 10 اقل وحضورك عالي برضه هيقول لك ان انت نوت بيرميتد فور فاينل اكزام. تعالى نفهم ازاي ننفذ الفكره دي، انا قريتها قراءه سريعه، تعالى نمشي ستيب باي ستيب نشوف ازاي هننفذها مع بعض. هنروح نعمل كلاس تاني، فهنروح هنا نعمل نيو جافا كلاس
هنسمي الكلاس زي ما هو قال لنا بالظبط، سماه final exam، final exam permission. يبقى هكتب هنا final، وكل اسم في الكلاس يكون في كلاس الجافا يعني يكون كابيتال لتر اول كلمه فيه، واعمل find واعمل close. يبقى انت في الامتحان هتكتب الجمله دي public class final exam permission، وتبدا جوه تاخد القيم من اليوزر وتشوف ازاي. اول حاجه float، فهعمل variable اسمه float. خلينا نصغر كده عشان نشوف مع بعض الجنبين. جافا بروجرام، خلاص عايزك تكتب جافا بروجرام من اول write جافا بروجرام، احنا فهمنا الفكره، لكن تعالى نقرا write جافا بروجرام named كذا، read from user student complete assessment CAS، او صح هنسمي المتغير كده ايه، CAS score. فهعمل float او double مفيش مشكله، float CA خلاص يساوي 0.0، ادي اول متغير. طبعا لازم نكتب f هنا، لو انتوا عارفين القصه دي ان احنا بنميز الفلوتنج بوينت عن الدبل ان احنا بنحط حرف الاف، لكن لو عملتها دبل اعتقد ما فيهاش حاجه، بس هو قال تايب فلوت فلازم تكتب فلوت اف. ريد فروم يوزر نمبر اوف ليكتشر، كمان هنعرف واحد تاني اسمه نمبر اوف ليكتشر، يبقى نمبر، وده هيكون انتجر طبعا، عدد الحصص مش هيكون قيمه سالبه او موجبه، فهنسميه نمبر num of lecture، اكتبها كده مفيش مشكلة، ودي هتبدأ في البداية صفر، وأبدأ أقرأ من اليوزر القيم بتاعته نفس اللي عملناه بالظبط لسه قايلينه حالا، scanner input يساوي new scanner، وفي الأقواس أقول له system.in وأقفل. أنا كده عملت قناة اتصال، أوعى تنسى تعمل import java.util scanner. يبقى انا كده خلاص جاهز اقرا من اليوزر، هقول له شوف بقى الانبوت شكلها عامل ازاي، بيقول له انتر سي اي سكور، فهقول له هنا system.out.println خلاص، وفي الأقواس هنا هكتب له enter CA score صح، وهو لما هيدخل قيمة أنا هاخد منه القيمة. طبعا اللي احنا عملناه ده كله في مشكلة ان احنا نسينا نعمل public static void main، فالكود بتاعنا لازم كله يا شباب يكون جوه المين، اوعى تنسى ال starting point of the program، البرنامج مش هيشتغل الا لو عملت المين. وجوه دلوقتي بنعمل ايه، بنكتب بقى السكانر، تعالى نخلي بس السطور aligned تحت بعض عشان تبقى فاهم معايا الكود ماشي ازاي. خلاص هنطلب منه بقى ادخال القيمة، فهنقول له ان CA بتساوي input dot next float صح، في next float اهي لانه هيدخل float number فرقم كسري، فانا خدت منه اجمالي الدرجات بتاعته. بعدين هقول له enter number of نفس الجمله دي بالظبط lecture attendance، فهطبع نفس الجمله، خدها تاني كده انت هتكتبها طبعا في الامتحان، هتقول له enter number of lecture وتسيبه يدخل القيمه، فتعمل له number of lecture بتساوي input.next integer المره دي. خد بالك هنا خدنا float لان كنا معرفين الدرجه بتاعته floating، لكن هنا هناخد القيمه as a as integer لان ده عدد المحاضرات. وبعد كده طبعا هو قال لنا تقرا منه العدد ماكسيمم 16 ليكتشر، والريشيو بتتحسب ازاي، ورينا المعادله عشان نحسب منها الحاجتين دول، تشيك اند برنت اف ذا ستودنت از بيرميتد اور نوت. يبقى انا لازم احسب له دلوقتي حاجتين مهمين جدا، اللي هو السي اي معايا بس عايز احسب الريشيو، فهقول هنا ريشيو اعرف عدد جديد اللي هو عدد الليكتشر، فهقول دبل وممكن نعرفه فوق احسن،
يعني نطلع فوق هنا كده ونقول عليه ريشيو، نسبة الحضور attendance، ممكن نقول عليها attendance attendance وخلاص، اللي هي نسبة الحضور يعني. فهقول copy ال attendance دي بتساوي، هحسب بال number of lecture هو حضر كام محاضرة. طب واحد يقول لي أنا مش عارف المعادلة بتيجي إزاي، حضرتك تقدر تقرأ هنا كده هتلاقي إن المعادلة بتقول lecture attendance على 16%، فبتساوي number of lecture أهو number of lecture اللي أنت خدتها منه تقسم على 16 وبعدين تضرب في 100 عشان يطلع لك البيرسنت بتاعته كام. ويفضل زي ما اتفقنا دايما نحط ايه اقواس علشان الحسبة تبقى دقيقة او يبقى الكلام مقروء، هو الكومبايلر هيفهم صح لانه عارف الاولويات بتاعته، لكن انت لازم تكون كلماتك واضحة. دلوقتي انا عايز بقى اتشيك عليه صح عشان اطلع له الرسالة اللي الدكتور طالبها في السؤال هنا، بيقول له ايه؟ بيقول له لما تدخل القيم لازم يكون القيم اكبر من نسب معينه. لو كانت الاعداد يبقى اف ستيتمنت، هنعمل اف ستيتمنت. لو كان السي اي اكبر من كام؟ هو قال لازم تكون جايب درجه مقدار كام؟ ايكوال، بص جريتر ذان اور ايكوال 15، يبقى جريتر ذان، يبقى انا من الكونديشن اللي فوق ده اللي هو greater than two condition، الأولاني إن الـ TMA score والـ MTA اللي هما الـ CA بتوعك من 15 من 50، يبقى هقول له مش من 50 يعني درجتك تكون أكبر من أو تساوي 15، ده الشرط الأول مظبوط؟ يعمل إيه؟ أنا همشي على الشرط الأول وهزود لك الشرط التاني عشان تركز معايا بس. هيطبع له الجملة دي، هيطبع له الجملة دي، هيقول له the student is permitted. تخيل معايا كده إن إحنا هنقول له the student is permitted. خلينا نكتب permitted وخلاص. permitted يعني مسموح لك، انت في الامتحان هتكتب الجملة بالكامل اللي هي student is permitted او not permitted. بس انا كده شيكت على شرط واحد، خلينا نحط ال else. طيب else student is not permitted is not permitted، يبقى يا اما is permitted يا اما is not permitted. بس انت شيكت على الدرجه بس، لا ده انا عايز اقول دي and كمان، and تتكتب اتنين and. الاتندنس بتاعك يكون اكبر من كام بقى؟ النسبه اللي هو عايزها، فهو حدد النسبه، قال ان لازم نسبتك تكون 25%، 25% يبقى انت جبتها بالنسبه، يعني حسبت مثلا العدد وضربته في 100 فلازم يكون العدد ده أكبر من 25%. فتعالوا نشوف كده، طبعا هحسبها أكبر من 25 لأن المفروض كده الناتج يطلع معايا صحيح. تعالوا نجرب نشوف البرنامج كده هيطلع لنا إيه. لما نعمل run هيقول له enter the score أو الـ CA، هدخل نفس القيم اللي هو حاططها عشان نتأكد بس، هنحط 20 هنا وبعدين نعمل enter. طبعا انت مش هتقدر تتست في الامتحان لكن لازم تكتب الكود زي ما احنا كتبناه كده بنفس اللوجيك ده. المهم هيقول له ادخل عدد الليكتشر بتاعتك، هيقول له 12، فالسيستم قال له is not permitted، معناها ان في حاجه ما اتحققتش لان كان المفروض ان عدد المحاضرات وعدد الليكتشر، طبعا انا دخلت 12 في الانبوت ده، فالانبوت لما اقسم 12 على 16، فلما يقسم زي ما قلنا 12 على 16، الغلطة هنا يا شباب ان number of lecture integer، فقلت لك لازم تحط البيرسنت دي كده عشان يحسب الحسبة صح ويضرب في 100 والناتج يكون مظبوط. لما نعمل run دلوقتي هيقول لي ادخل سكور، يبقى خدت بالك من الملاحظة، انت قسمت عدد صحيح على عدد صحيح، واحنا قلنا في الامتحان ده واحنا بنحل قابلنا كتير جدا الموقف ده، عدد المحاضرات 16 او اي عدد على 16 صحيح على صحيح يطلع صحيح، فالرقم هيطلع صفر، فصفر يخرب النتيجة بتاعت الاتندنس. يبقى لازم تحط انت ديسيمال بوينت من عندك، ما تنساش في القسمة راعي ان انت تحط علامة عشرية عشان يضمن لك اجابتك صح. لما يقول له 12 اتندنس فيقول له permitted. طب لو حطينا عدد المحاضرات، نعمل ران مرة تاني ونقول له عدد السكور او السكور بتاعي جايب 40 درجة، معناها يبقى الكونديشن ده صحيح، لكن الحضور بتاعي كان 3 محاضرات، ف3 من 16 في 100 هيطلع اقل من 25%، فهيقول له ان انت نوت بيرميتد. واكزامبل اخير ان نعكس الشرط، نحط سكور قليل فنحط 10 ودي درجة قليلة جدا يعني اقل من 15 درجة، حتى لو انت حاضر 9 محاضرات وده عدد كبير برضه هيقول لك يو ار نوت بيرميتد. يبقى احنا كده خلصنا الامتحان بالكامل. خلي بالك من
موضوع اللي قلت لك عليه اللي هو تحط الزيرو في القسمة، وشفته ازاي حسبت غلط لما حطينا 16 بس، فبيقسم عدد المحاضرات 12 على 16 يطلع كسر، يحذف الكسر عشان الجافا بتفهم انتجر على انتجر صحيح، فالران هيطلع لك زيرو حتى لو كنت حاطط قيم عالية. ران مرة تانية اهي 33 وبعدين 44، طلع permitted علشان انت قاسم انا حاطط قيمة كبيرة جدا. ران نشوف كده 33 السكور، وحاضر 10 محاضرات، لكن 10 على 16 وهي صحيح هيطلع كسر، هيطلع زيرو، فهيديله نوت بيرميتد. يبقى التصحيح هنا اوعى تنسى في القسمه تحط الديسيمال بوينت. كده نبقى خلصنا الامتحان بتاع 2019.